هقول لك قلب الترابيزه. طب انا هفكرك. انتوا بتزعقوا. لا انا هفكرك. لا ده مش قلب ترابيزه، دي خناقه. قلب الترابيزه انك تطلعني ان انا غلطان. بص يعني ايه مثلا، هديك جمل ها الحقيقه احنا ورثناء طويله كده، طويله وقديمه ومرسخه عندنا في ثقافتنا. عشان كده بقول قديمه، حاجات قديمه لكن دلوقتي لا. وما زالت لما تتعصب وتزعق وتعلي صوتك وتكسر تقولي انت اللي عصبتيني. طبعا ما انت اللي عصبتيني، انت اللي ما عرفتيش تستوعبيني وتمتصيني وانا متعصب، فكل اللي حصل من دشدشه في البيت بسببك لان انت اللي عصبتيني. صح. نمبر 1. نمبر 2، خنتني من اهمالك ليا، ما انت السبب. ما انت لو مهتميه بيا ما كنتش انا رحت حبيت واحده تانية اتجوزت عليا برضو، ما انت السبب. ما هو عيالك والبيت بقوا اهم حاجه في حياتك، فانا ما بقيتش في المرتبه الاولى، فانا اضطريت انك زقتيني وانزلقت فرحت فاتجوزت عليك. صح. فانت السبب. ايوه تمام يا جماعه. كل حاجه بقى انتوا شاطرين قوي في ترتيب الافكار. فشلت في شغلك. فشلت في شغلك، هتيجي تقولي ايه؟ ما انت مش مهيئالي الجو اللي يخليني مركز وانا عارف اشتغل بسببك وبسبب الدوشه وبسبب العيال، انت السبب في ان انا مش مركز في شغلي. كل الكلام ده احنا بنسمعه على مدار العصور، من ايام الافلام الابيض واسود، من ايام ستي وجدي وامي وابويا، وبسمعه النهارده وبنسمعه على طول. لا يا دي كلها لا لا امثله معترض. حقيقيه من لا 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 انا معترض. انتوا كنتوا بتاخدوا بالكم مننا اكتر من دلوقتي. يا انتوا دلوقتي أنا الموبايل، انتوا بتاخدوا بالكم من الموبايل حتى والرسائل والحاجات حتى لما كنا بناخد بالنا منكم زمان. اللي هو انت بتقول ده كان زمان. احنا حتى زمان لما كنا ما وراناش غيركم برضو كنتوا بتقلبوا الترابيزه علينا، فهي محصله بعضها. اخدنا بالنا منكم، ما خدناش بالنا منكم، انتوا قلبي الترابيزه في الشارع دايما. ده مستحيلين قوي علينا، احنا غلابه فين يا ثلاثه. احنا غلابه، احنا ما بنبقاش فاهمينكم اصلا. يعني يعني على فكره يعني انا ممكن اعلي صوتي لان انا مش فاهمك. يعني انتوا عمال اقول لك ايه؟ قولي لي انت متضايقه في ايه؟ بيقولوا ده خطير. يعني افهم من كده ان الرجاله هم اللي بيطالبوا باهتمام السيد. طبعا وانتوا بس اللي عايزين اهتمام. يعني انتوا على فكره احنا كمان محتاجين. انتوا حاسين بشويه من الاهمال؟ يعني حاسين ان انتوا جايين في المرتبه الثانيه مثلا؟ يا ريت الثانيه. امال كام؟ احنا في الموبايل عندكم وانت بتعمل والجروبات وفي الاولاد عندكم وفي التليفونات عندكم انت ما عندكش وفي التلفزيون انت ما عندكش والحاجة. ما عندكش ماتش؟ ما عندكش كاس ابطال بس أوروبا؟ بتسمي في وشي هركن كل الحاجات دي على جنبه. طب ما تطبق نفس المنطق. اه والله انت كمان بتسم في وشي. هنسى المسلسل ودلعني الهندي. يا جماعه احنا برضو محتاجين الدلع. طبعا محتاجين الاهتمام. بيقلب الترابيزه يا هيدي دلوقتي. تخش في موضوع تاني خالص. بصوا يا جماعه شفتوا السيناريو ده؟ شفتوا السيناريو ده؟ هو ده قلب الترابيزه. احنا ساعات بنقعد نقول لكم انتوا مالكم في ايه؟ يا بابا ايه قلبين وشكم ليه؟ ايه قلق ده بقلب الترابيزه؟ ما هي دي بقى بتتحسب علينا ان احنا قلبنا الترابيزه. نعم. لما بنقعد نقول لكم مالكم 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 وانتوا ما بتردوش فايه فبنقوم مزعقين. لا خلونا محددين اكتر. لا على فكره خلونا محددين. احنا بنتكلم وبعدين في شنط اصلا. انا هقلب الشنط. احنا حقيقه ان احنا بنتكلم عن فعل ذكوري بحت فعلا. يعني يعني فكره انه هذا الرجل طبعا ده راجل مش راجل عادي، ده راجل ممكن نسميه زي ما سميته كتير من الابحاث وكتير من الدراسات وكتير من الدوريات اللي هو ممكن نسميه المتلاعب. انا وهيدي قبل ما نكون مع حضراتكم كنا بنتكلم عن تعريفه، يعني مصطلح قلب الترابيزه او الراجل ده بيقلب الترابيزه. وبعد دعبسه شويه كده وكتير من الدوريات العلميه والطبيه اللي بتتكلم في الحاجات دي وبتحلل العلاقات الانسانيه والزوجيه ممكن نسميه المتلاعب. يعني بيعرف يتلاعب بالمواضيع وبالامور وبالصح وبالغلط ويتلاعب بيكي. اللي هو برضو الراجل يعني يعني الراجل هو اللي بيتلاعب وهو اللي بيقلب الترابيزه وهو كل حاجه. دي من واقع دراسات. من واقع دراسات احنا فينا العبر. احنا ما بنقولش حاجه. لا مش